موضوع رياضي واجتماعي بنفس الوقت مع صديقه وشخص كمان قريب كثير من قلبي، رح تخبرنا اليوم اكثر بالتفاصيل هبه عن هالموضوع بواحد اثنين ثلاثه. هبه صباح الخير. صباح النور غيدة. طلعت برا انا؟ لا هو صديقك وحبيب قلبك وانا انت ما بتعرفي انت بتضلم اقول لك هبه يا حياتي، بالعكس هيدا الشيء دائما على مدار السنه، بس انا دائما بكون سعيده لما بشاره بيكون معنا. اكيد خبرتيني هالشيء، بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين وكمان لضيف بشاره غاوي. يعني بشاره غيدة مثل ما قلتي مش اول مره بيطلع بعالم الصباح، هالمره عم يطلع معي بفكره 1 2 3 لانه الايفنت مش بس اجتماعي كمان رياضي. صحيح. حتخبرنا اكثر عن حالك بشاره كمان وعن مؤسسة منتور أريبيا. أول شيء صباح الخير هبة وصباح الخير صباح الخير غيدة. أهلا وسهلا. حبيبة قلبنا كلنا بالمؤسسة. أنا بشارة الغاوي مسؤول التواصل وتنمية الموارد بمؤسسة منتور العربية. نعم. منتور أريبيا هي مؤسسة غير حكومية إقليمية، صار لها تقريبا 10 سنين نشتغل بلبنان وبالمنطقة العربية. الهدف الأساسي من المؤسسة هو تمكين قدرات الأطفال والشباب اللبنانية والعرب بهدف وقايتهم من السلوكيات الخطيرة بشكل عام والإدمان بشكل خاص، الإدمان على المخدرات. خبرنا شوي، هالمرة الإيفنت رياضي خاص بالسبور، أنتوا عادة بتعملوا نشاطات توعية. نعم. خبرنا شوي عن نشاطاتكم يلي عادة بتعملوها، وهلا هيدا النشاط أيمتى وشو حيصير؟ أكيد هيدا مش أول نشاط رياضي نحن منقوم فيه، النشاط رح يكون ب 25 أيلول تقريبا بعد أحدين من اليوم. نعم. رح يكون بحرش بيروت ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر ولغاية الساعة 6 المساء. نحن عاملينه شوي قبل ما يبلش ضغط المدارس والدرس، بيكون في مدارس بلشت في مدارس بعد. هو فان ايفنت فور اول ذا فاميلي، يعني اذا ما نقولها بالانجليزي. هي نشاط رياضي كمان تسلية لكل العائلة، بندعي الاهل بندعي الاولاد كمان بندعي الاصحاب كلهم يكونوا معنا. راح يكون في مثل مسابقة تركض لمسافه بحرش بيروت، بتعرفوا الحرش محل كثير حلو، هلا انفتح للببليك. فنحن بنقول لكل العالم يجوا ب 25 ايلول، رح يصير في مسابقه ركض مثل ما قلت، ورح تكون سوبرفايزد او باشراف اشخاص رياضيين مختصين. والمسافه منا كثير، يعني العالم ما تخاف انه مسابقه او ركض منه ماراثون. هو تقريبا اقل من 5 كيلومتر، اقل من 5 كيلومتر تالكل يقدر يركض ويتسلى. وبالاخر الاشخاص اللي راح يربحوا راح ياخذوا فري سيشن من الرياضيين المختصين، يعني راح تكون 1 to 1 سيشن. غير الركض شو عندنا؟ غير الركض راح يكون في دي جي، كمان راح يكون في موسيقى العالم هيك تتحمس ونغني، وراح يكون كمان في كمان فقره رقص، ممكن زومبا ممكن غير شيء. هلا راح نخلي بعض التفاصيل كمان نعلن عنا بوقت، اكيد انتم بتكونوا عارفين، العالم يلحقونا على الفيسبوك على التويتر على الانستغرام، رح نعلن كل مره عن شغله جديده هن رح يترقبوها معنا. ومثل ما كنت عم اقول لك هذا مش اول نشاط رياضي، يعني نحن كل فتره بيكون في عنا انشطه رياضيه او غيرها، فنيه اجتماعيه عرض موسيقي او كيف فيكم توصلوا فكرتكم بهيك نشاط؟ هي نحن يعني بنقول كيف بتصير الاستركتور تبع توصلوا المساج بنفس الوقت بتكونوا عم تعملوا هالايفنت، انتم دائما يعني فكرتكم توصل بطريقه غير مباشره للعالم. مزبوط. فكيف بتصير الخبريه؟ نحن بنقول انه فكره الوقايه من السلوكيات الخطيره ما بتوصل الا بهذه الطريقه، يعني ما فيك بس تحكي انه اوعى واصحى وما بيسوى، لا هيدي لازم اكيد يعني بس ما بتكفي اكيد لوحده. صحيح. ما بتكفي ابدا، بدك تعطي دائما بدائل. يعني نحن السنه الماضيه كان عنوان الايفنت وات از يور تشويس، ما هو خيارك. يعني الخيار تبعنا دائما بيكون الرياضه، الفن، الموسيقى، لانه الدراسات اثبتت انه الاشخاص الرياضيين او الاشخاص اللي بيقدروا، ما بدي اقول رياضيين يعني بروفيشنال اثليتس، لا اللي بيعملوا سبور، اللي الرياضه هي جزء من حياتهم اليوميه او الاسبوعيه، هن بشكل غير مباشر بشكل تلقائي بيبتعدوا عن السلوكيات الخطيره ومن ضمنها الادمان على المخدرات. وهيدي اشياء مثل ما قلت دراسات علميه اثبتت.
نحن انا مش بس بروح بقول للولاد او للاهل اعملوا رياضه او لازم تعملوا رياضه، لا، بروح بقول لهم في هيدي الاوبشن، في هذا الخيار. بيجي نحن كفريق نحن بنعمل معهم رياضه، حتى بالسيشنز او بالدورات اللي بنقوم فيها اللي مش بس بتكون مرتكزه على الرياضه، بيكون في عندك مثلا نهار طويل فيه وركشوبس، فيه انشطه توعويه، بيكون الرياضه بيكون دائما 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 الى 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 وقتها. ونحن كفريق مش بس انه بنقول لهم اعملوا رياضه او اركضوا، لا، نحن كمان جزء منهم بنكون موجودين. سو ب 25 ايلول كمان نحن كلنا رح نكون موجودين، نحن رح نركض ونتسلى وبدعي كل العالم يجوا ب 25 ايلول على الحرش. هيدا الشيء الحلو بشاره، يعني انا حتى بمتابعتي لكم بخلال هالسنوات مع منتور اريبيا بشوف الحلو انه حتى لما بتعملوا نشاطات مش متعلقه مباشره، يعني مش محاضرات مثل ما كنا مؤخرا بالمحاضره الخاصه كانت للادمان على المخدرات الإعلام. واللي كنت انا كمان موجوده فيها وكنت كثير فخوره وسعيده انه كنت معكم بدور الاعلام بهالموضوع مع خبراء مع تلاميذ الجامعه، انما بكل عمل مثلا بتاخذوه مثلا مثل ما بتاخذوا مسرحيه او عرض موسيقي او فني او مسرحي بيكون في كمان عرض لفيديو بيوصل رساله منتور اريبيا بشكل مبطن وبشكل هيك خفيف للناس، ما بيحسوا حالهم رايحين بس يشوفوا شو عم يعملوا منتور اريبيا، بيكون عم يستمتعوا بالعمل المسرحي والفني وبنفس الوقت وصلت رساله منتور اريبيا. هيدا كمان خلينا نقول شغله انه العالم بتزهق انه دائما تسمع ليكتشرز، يعني العالم بتحب تشوف او هي تقوم بال يعني حتى نحن الليكتشرز تبعونا، يعني اذا بدك تقول حتى الدورات اللي هي متخصصه لمتخصصين للوقايه من المخدرات بتكون بعيده كل البعد عن التلقين، يعني بالعكس بتكون انتر اكتف فان، في دور للشخص اللي عم بيشترك بالدوره انه هو يعطي كمان من حاله. نحن كثير بنتعلم، يعني بكره مع الاشخاص اللي رح يجوا رح نسمع منهم كثير، رح يقولوا لنا هن بمناطقهم بمدارسهم بالحي تبعهم شو عم الاشياء اللي عم عانوا منها. خليني اقول في مناطق عن جد نحن لازم نروح لعندهم اكثر من انه هن لازم يجوا لعنا، وهذا الشيء اللي نحن بنقوم فيه. اللامركزيه اللي بنحكى عنها كثير نحن بمنطقه العربيه بنقوم فيها، يعني بتشوفينا بنروح على البقاع على الشمال على الجنوب، مش بس كل امتى بتقوموا يعني كل شهرين او كل ثلاث اشهر حسب هلا اذا مثل نشاطات او دورز مثل هلا يعني زمين بالصيفية يعني بوقت معين مش هيك، يعني نحن بدك تقولي آخر أيام الصيفية رح تكون قبل الشتوات وهيك بس، وكمان نفس الوقت ما بيكون الطقس شوب بيكون الواحد وبتكون كمان العالم نزلت على بيروت، يعني في كثير عالم مصيفة بعدها بالجبال بهذا الوقت ب 25 أيلول بيكون على الأد، يعني للعالم يعني دارسين التوقيت مظبوط. قد ايه برأيك الرسالة بتوصل أسرع بالنشاطات الرياضية؟ يعني هلا أنا عندي ضعف على موضوع السبور بس نحن كلنا عندنا ضعف على موضوع الرياضة بس معك صار الضعف أكثر بس قد ايه عن جد بتوصل المساج بطريقة أسرع بطريقة أحلى وبطريقة هيك أنظف إذا فينا نقول؟ الرياضة هي الوسيلة اللي نحن بنعتمدها بمنتر العربية تنوصل فكرتنا. يعني هلأ مثل هلأ ب 25 أيلول رح يكون في عنا مثل ما قلنا سبق، العالم رح تقول لي أنه شو خص السبق بالإدمان على المخدرات وشو جاب لجاب أنه لا يمكن لازم تروح بالعكس لا بالعكس، يعني هي نحن بنوصل فكرة الوقاية، وأنا بهمني أقول الوقاية والتوعية هن الأهداف منتر العربية تما نوصل لمشكلة الإدمان، يعني قبل ما نوصل لهذه المشكلة. وحتى في إذا بدنا نحكي عن العلاج في مراكز علاج كثيرة تعتمد على الرياضة من ضمن، يعني ما بتروح على أي مركز علاج غير ما بيكون في عندك ملعب الباسكت أو ملعب الفوتبول أو في عندك بينبون أو حيلا رياضة حسب المركز شو بيستوعب. نحن قبل ما نوصل نوقع بمشاكل الإدمان الوقاية بتعتمد على الرياضة بتعتمد على الفن بتعتمد على الموسيقى. صحيح كم بدي أقول شغلة نسيت أنا بسأله على الاشتراك بنهار 25، يعني اللي بده يشارك بده يركض معكم، يعني كيف بده يتنظم هالشي لحتى العدد يكون مثلا موجود مجهز بأي ساعة بده ينطلق لحتى يركض؟ أول شيء بهمني أقول أنه it's for free مجانا الكل بيقدر يفوت، دعوة عامة لكل العالم، دعوة عامة للكل. في رقم تليفون مؤسسة
05-340-4674 فيهم يتصلوا يحجزوا اماكنهم. في اماكن معينه؟ ما في هلا ذا مور ذا بتر يعني. بتعرف نحن نقينا الحرج لانه كثير كبير, كبير, كبير يعني مزبوط. كتير كبير. ان شاء الله نقدر نعبيه كله وما بنكون زعلانين سادينه. فكرنا بمحلات ثانيه يمكن كانت شوي اصغر بتساع عدد اقل, مشان هيك قلنا الحرج انه ممكن في ناس لانه ما بالتلفين ما بتتسجل ففيها تقدر, بس نحن اكيد بنطلب من العالم يتصلوا على الرقم او حتى على فيسبوك. في فيسبوك بيج منتر اريبيا, في الايفنت كمان بيتسجلوا بيبعثوا لنا مسج, نحن كمان فينا نرجع نتصل فيهم. يعني بكل وسائل التواصل العاديه والاجتماعي والكل. بشار السؤال كنت بدي اقوله انه انتوا بتتعاملوا ايضا مع 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 مؤسسات يلي بتعالج مرضى العالم يلي مدمنين على المخدرات, يعني بيطلبوا منكم تجوا تزورون كمان تعملوا وقايه اكثر بالاكتشرز او باي كمان نشاطات ثانيه؟ يعني بتتعاملوا مع المؤسسات او لا انتوا بس بتوعوا يعني بس طول العالم يلي بعد ما فاتوا بيبي ان شاء الله ما حدا بيفوت يعني بهذا الشيء, بس انه يعني اكيد هلا الهدف الاساسي من المؤسسه هو التوعيه والوقايه والفئات العمريه كثير صغيره, يعني بنبلش من 3 سنين تقول الى 30 سنه, بس اكيد نحن لوحدنا ما بنقدر نوصل الهدف مثل ما هو. يعني اكيد التشبيك مع المؤسسات الثانيه كانت مؤسسات حكوميه او مؤسسات غير حكوميه, يعني نحن في البرنامج الوطني للوقايه من الادمان بوزاره الشؤون الاجتماعيه هو شريك دايم معنا بكل نشاطاتنا وبيقوم بنشاطات كثيره. في مؤسسات كمان غير حكوميه ثانيه بتشتغل بلبنان وبالمنطقه العربيه, ان كان تعنى بالوقايه او ان كان تعنى بالعلاج, عندنا مذكرات تفاهم معهم تنقدر نشتغل مثل ما لازم تنقدر نوصل لاكثر عدد ممكن من الاشخاص. فهلا حتى لهيدا الحدث ب 25 ايلول كمان في اكثر من مؤسسه ثانيه عم نتواصل معهم كرمال تأمين نوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. بتعرف لأنه كل مؤسسة عندها المشجعين او المتابعين تبعها او المستفيدين من نشاطاتها, صحيح, ومن خدماتها, بيقدروا يوصلوا, بنقدر نحن نوصل لهودي الاشخاص من خلال مؤسسات المجتمع المدني الثاني. منتور العربيه بتتواصل مع مؤسسات شبيهه لها بالخارج بالدول العربيه؟ اكيد. ما بعرف يمكن بتروحوا بتستفيدوا من خبراتهم بيجوا لهن لهون بصير فيها التواصل؟ دائما, يعني هلا نحن في فريق موجود بالاردن, في فريق موجود بالكويت, بعمان, بالسعودية, بدبي. هن منن فريق منتر العربية, ما بدي هن شركاء لمنتر العربية, نحن بنشتغل معهم لتطبيق البرامج تبعولنا, لأنه نحن من اسمنا نحن منتر العربية أو منتر أريبيا. سو من ضمن المسؤوليات تبعولنا هي الشغل بال 22 دولة عربية. هلا قد ما فينا, بتعرف الشغل كتير كبير والحاجة كبيرة, يعني ما فينا نميز بلد عن تاني, بس اوقات حسب البلد اللي نحن بنكون عم نشتغل فيه كمان قديش عنده استعداد وقديش في تعاون, يعني شئنا ام ابينا في بلدان في حكومات متعاونه اكثر من غير حكومات, في حكومات هي عندها استراتيجيه للوقايه, استراتيجيه يعني لما اقول استراتيجيه مش سنه وسنتين, استراتيجيه يعني على 5 سنين وعلى 10 سنين وحتى على 20 سنه, لانه نحن لما نشتغل مع فئات عمريه صغيره من 3 سنين او 5 سنين او 10 سنين, انت ما بتقدر تعرف الايفكت او النتيجه على شغلك دغري بكره او بعد بكره او بعد سنه. بدك تنطري هيدا المراهق او هيدا الطفل تيكبر تتشوف انه انت هل عن جد اثرتي فيه وهل قدرت انك تحسني من سلوكياته. قد ايه عم تاثروا فيهم؟ والدراسات اثبتت انه لحديت هلا النتائج الحمد لله نحن كثير راضيين عنها والشركاء تبعونا راضيين عنها, ومين ما بتسالي من الاهل او من المؤسسات اللي عم نشتغل معها عن جد بتلاقي في رضا. هلا عم اقول لك نحن ولا مره بنكون ساتيسفايد, ولا مره بنقول والله بننام على امجادنا او بننام على الاطلال, لا, كل نجاح بخليك تفكري باللي بعده. انه نحن السنه الماضيه عملنا ايفنت كبير بالزيتونه بيل, كنت عم اقول لك عنه وات از يور تشويس, مش انه والله خلص عملنا نشاط رياضي اجوا هالولاد ركضوا رسموا تسلوا غنوا انه خلص يلا, لا,
كل سنه بدنا نعمل هيدا النشاط، كل سنه بهمنا انه النشاط يكون اكبر واكبر واكبر، وحتى نفس الاشخاص لازم يجوا ويجيبوا ناس معهم. صح. لانه مش هي شغله مره واحده بتصير وخلص. كيف الرياضه؟ الرياضه ما فيك انه تقولي انه انا والله بعمل بالجمعه مره واحده وخلص، لا، بدك المواظبه والاستمراريه وتامني فيها، يعني إن انت عن جد من جوا تكوني عارفه ومآمنه انه رح تحسن لك من سوء. اوقات نحن في عندنا شغل نقول للعالم انه ولا هذا النشاط كيف رح يكون التاثير الايجابي تبعه، بطريقه فن، بطريقه تسليه، بطريقه فرحه الاعمار من قد ايه بتبلش تقريبا؟ هلا اللي بده يركض بده يكون اول شيء قادر يمشي. بس فيهم الاولاد يجوا من عمر 3 سنين 4 سنين، بس بهمنا يكونوا مرافقين اكيد من اهلهم او من حدا كبير يكون معهم يقدر. في مجال للمقعدين كمان اوقات بيكون على الكراسي المتحركه، نحن بهمنا يكونوا موجودين. هلا شوي بالحرش منا كثير هينه، بس منا صعبه بالمره. لا، في اكيد بيقدروا يجوا، يعني اذا ما بدهم يشاركوا في وجودهم كمان. حلو وجودهم كثير، اكيد ودعمهم هيدا اساسي. ومثل ما قالت بشاره، ما في واحد ينام ابدا على امجاده، لانه للاسف الشديد بعدنا مع كل حملات التوعيه والوقايه اللي عم تنعمل، ان كان مثلا من المخدرات بالدرجه الاولى، من حوادث السير، بعدنا لكل يوم نرجع نسمع بحوادث كثير كبيره باشخاص عم يرجعوا يغرقوا اذا فينا نقول للاسف الشديد بهيك بدوامه المخدرات، يغرقوا هن وعائلتهم ومجتمعهم. على امل دائما يكون هذا العمل اللي عم يشتغلوا فيه بهالشكل الجبار يوصل رساله له، ونخلص بقى من هالافات البشعه بمجتمعنا وبمجتمعاتنا العربيه كلها. بفضل هيك مؤسسات اكيد مفروض نوصل لمطرح يبطل موجوده هالافات كلها. موفقين، جود لك لك ولكل فريق العمل. بعرف اكيد انتم فريق عمل ما كنتوا صغير ابدا. تقريبا يعني صح. هلا الفعل هو دائما المهم. نعم. يعني احنا تقريبا 10 اشخاص بنشتغل، بس في متطوعين كثير، يعني بكل جامعه. نعم. بكل مؤسسه في ناس متطوعه لخدمه هدف منتر العربيه. ان شاء الله الهدف يلي بدكم اياه ب 25 تقدروا توصلوه باكبر صوره ممكنه للعالم، ويكون في عدد كثير كبير من العالم بحرش بيروت. بدي اتشكرك، ثانك يو لك، وبنرجع بنتابع هيك النشاط نحن وياك، بنرجع بنشوف. بهمنا تكونوا كمان معنا اكيد ان شاء الله. 25 ايلول اكيد، ثانك يو لك. 25 ايلول، فاذا الساعه 4 بعد الظهر بحرش بيروت هو الموعد. يعطيكم الف عافيه بشاره لك ولكل مؤسسه منتور ارابيا ولكل المتطوعين. اكيد دائما سعيده معك بوجودك بالاستوديو، واكيد بدعم مشروع منتور ارابيا. شكرا هبه، بشوفك احد الجاي نحن. اكيد رح نتابع بعض لحظات محطاتنا، تابعونا.